كام شهر متجوزة وحماتي دايما متنرفزة، عاوزة ولي العهد يشرف عشان تلعب معاه وتفرح، كل ده بعد 9 شهور بس من الجواز. يا ناس، طب اعمل ايه؟ اولع في نفسي بجاز؟ لا يا عروسة ما تتضايقيش، وعلى حماتك ما تتعصبيش، الحل سهل وبسيط، الدكتور هيساعدك. بدل ما تخلفي ولد لحاله هتخلفي فريق بحاله. الحلم، حلم الأمومة أو الأبوة، حلم جميل ورائع جدا، لكن ساعات كتير حاجات تقف قدامه، تقف قدامه بغلاسه، بنسميها وقفه غلسه، اللي هي هنقول ايه دلوقتي يعني ايه وقفه غلسه. وقفه غلسه يعني الست مالهاش يد والراجل مالوش يد في القصه كلها، لكن حاجه حاصله. هنفهم اكتر الحاجات دي نقف قدامها ازاي، الحاجه الحاصله دي، العائق اللي وقف قدامنا ده ازاي نحله وازاي نكتشفه. اساسا نفهم العائق ونحل المشكله نوصل للهدف، بدون ده وده مش هنقدر نوصل للهدف. ايه هو العائق وازاي نحله؟ وايه هو الهدف؟ الهدف احنا عارفينه، الابوه والامومه. هنفهم ده كله مع ضيف عزيز علينا جدا، اسم لامع ما شاء الله وتواجد متميز للغايه، وطبعا يعني يسعدني جدا تواجده معنا هذا اللقاء الجميل. طبعا ضيفنا العزيز الاستاذ دكتور حسن مصطفى جعفر، استاذ مساعد امراض النساء وتوليد في كليه طب قصر عيني جامعه القاهره، استشاري طب الجنين وزماله جراحه المناظير من جامعه كولومب المانيا، الاسم المتميز القدير. اهلا بيك دكتور حسن، منورنا، سعيد بهذا اللقاء. أنا جدا أسعد. جدا أنا أسعد. الحقيقه العيب اللي ممكن او بمعنى صح المشكله اللي نقدر عليها مشكله رخمه تتمثل في العيوب الخلقيه. مظبوط، العيوب الخلقيه مشكله غتيته. صح، لانه لا الست ليها يد فيها ولا الراجل له يد فيها ولا الدكتور. صح، احكي لي بقى ايه القصه دي. عيوب الرحم الخلقيه الحقيقه منتشره جدا وبنقابلها جدا كتير في حالات تاخر الحمل وحالات الاجهاض المتكرر كمان. تلاقي السيده بتجهض في الشهر الثاني والثالث والخامس وفي الاخر معاش بيبي. فحقيقه تشخيصها وعلاجها جزء رئيسي في هذه الحالات. حتى لو احنا عايزين نعمل حقن مجهري او نعمل تلقيح صناعي او اي حاجه، لازم علاجها وتشخيصها قبل ما ناخد الخطوه دي عشان نتاكد او على الاقل نعمل اللي علينا قبل ان ما هنعمل خطوه زي الحقن المجهري او التلقيح الصناعي. مشكله تقريباً التشخيص الحاجات دي ان احنا ممكن طبيب ما ياخدش باله منها، او ممكن يشخص حاجه غلط زي ما هنقول كمان شويه، رحم ذو القرنين يقول انه عليه حاجز، او حاجز يقول رحم ذو القرنين، او يبقى في التصاقات داخل الرحم ما ياخدش باله منها. وده بيؤثر على نتيجه بعد كده محاولات الحمل سواء بتنشيط تبويض او تلقيح صناعي او حقن مجهري. ومعظم الحالات دي ليها عمليات، والعمليات لما اتعملت بنحسن جدا نسب نجاح الحمل سواء بطرق زي التنشيط والحاجات دي او بطرق زي الخصاب المساعد اللي هو الحقن المجهري واطفال الانامي. فدي اهميه تشخيصها مهم جدا زي ما حضرتك قلت في مقدمه الحلقه. عشان كده دايما احنا بنقول سونار ثلاثي الابعاد مهم جدا، اهم من الاشعه بالصبغ واهم من السونار العادي، ان هو بيساعد جدا في تشخيص هذه العيوب الخلقيه. وسهل وبسيط، وتشخيصه بنسبه سنسيفيتي او حساسيته قرب ال 100%. السونار ثلاثي الابعاد تفوق بايه؟ يعني لما نيجي نحطه في مقارنه مع السونار ثنائي الابعاد. انا فرق رهيب. فرق رهيب. رهيب، لان انا السونار ثنائي الابعاد هيقول لي ان في عيب خلقي، بس ممكن ما اعرفش يفرق بين الحاجز والرحم ذو القرنين. ممكن حاجات زي الرحم ذو القرن الواحد دي ما تبانش خالص في السونار ثنائي الابعاد. وزي ما حضرتك عارف اشعه بالصبغه ليها مشاكل. وسمعنا كلنا عن الناس بيحصل ده. ادي مثلا صوره اهي لرحم بالسونار ثلاثي الابعاد، ده تجويف رحمي سليم لو زي حضرتك شايف كده شكل المثلث ده. لما اشوف المنظر ده انا كده متاكد نسبه 100% ما عنديش حاجز رحمي، ما عنديش رحم ذو القرنين، ما عنديش لحميه في الرحم، ما عنديش التصاقات. فدي صوره بتترجم الصوره اللي هي بتاعه التشريح بقى اللي شايفينها على اليمين دي. فاحنا بنشوفها دي ما تبانش بالسونار الابعاد خالص نهائي، مهما حاولنا ما تبانش، ما تبانش غير بالسونار ثلاثي الابعاد. الاشعه بالصبغه انت قلت لي فيها مشاكل. فيها مشاكل طبعا، في ناس عندها حساسيه من الصبغ. في ناس لما يحصل نحن الصبغه يحصل التهاب جوه الرحم والانابيب، تبقى الست دي اشعه بالصبغه مثلا. اشعه بالصبغه مبينه حاجات عيوب خلقيه، هل مثلا ده حاجز ولا رحم ذو القرنين؟ انا ما اقدرش اقول. انا هو خبرتي في الامراض النساء 15 سنه ما اقدرش اقول. اقول ان في حاجز. الصوره على اليمين دي رحم ذو قرن واحد، بس ممكن يكون في حاجز كامل وانا مش حاقن الناحيه الثانيه. فاشخاص رحم بقرن واحد هو في حاجز.
اسرائيل على الشمال فوق دي ممكن اقول انها رحم ذو القرنين ويطلع في الاخر حاجز. فهي دي بتقول لي ان في عيب، بس ايه العيب ده انا ما اعرفش. يبقى اذا يتفوق، يبقى لو حطينا المقارنه بين اشعه بالصبغه وبين الاشعه بين الثلاثي الابعاد، الثلاثي الابعاد يتسح ضربه قاضيه. يعني برشلونه قدام فريق قدام اي فريق مش مهم، مش عايزين نقول اسماء عشان ما حدش يزعل. يعني ما فيش ده بيورينا الصوره. طبعا ده صوره، دي اشعه، دي ثاني صوره اكيد ان انا جوه تجويف الرحم نفسه. لكن تاثير العيوب الخلقيه في الرحم على الحمل نفسه، يعني ايه اللي بيحصل؟ اي حاجه تغير شكل تجويف الرحم الداخلي تاثر على الحمل. الرحم مثلا ذو قرن واحد، الرحم ذو قرن واحد ده بيخلي تقريبا نص تجويف الرحم مش موجود، فتجويف الرحم صغير. ممكن ما يحصلش حمل، وممكن لو حصل حمل يحصل اجهاض في الشهر الرابع الخامس، الحمل ما يكملش. عشان كده بنقول الرحم ذو القرن الواحد ده من الحاجات المهمه. ادي صوره رحم ذو قرن واحد. بنسميه بلدي كده زي الدمعه. الرحم معاك، شفت الشكل في الاول كان عامل زي المثلث. دلوقتي لا، ده شبه التير دروب. تير دروب زي بالظبط قطره ميه. وانت لو شفت الصوره اللي على الشمال فوق ده ثنائي الابعاد. عادي خالص، طبيعي، صوره طبيعيه. لو انا شفتها ما اقولش ان ده في مشكله. انما لما اعمل 3 دي ثلاثي الابعاد اتاكد على طول، قطعا على دي دياجنوستيك على طول. ما يعني حطوا لنا دايما يا جماعه الشكل الطبيعي للرحم ثلاثي الابعاد جنبنا. بالظبط، ليه؟ عشان نحط دايما الشكل الطبيعي في المقارنه مع شكل غير طبيعي. بالزبط. عشان الناس تحفظ. فده نص الرحم طاير، ده طبعا ياثر على الحمل، لان هو تجويف الرحم حجمه نصه راح، فيا اما يحصل اجهاض او ممكن ما يحصلش حمل من الاساس. دي مشكله بنواجهها، حمل الرحم ذو القرن الواحد. في بقى كمان رحم ذو قرنين، متصل وغير متصل. ممكن الاقي قرنين للرحم، والقرن ده ممكن يكون مش متصل اصلا بالرحم خالص، مش واصل بالتجويف الرئيسي، او ممكن يكون متصل وده برضو ممكن يعمل مشاكل. ممكن لو حصل حمل في القرن ده يحصل ينفجر. الصوره اللي هي على اليمين ده راح قرن غير متصل، اللي هي الدايره البيضاء دي اللي احنا شايفينها دي، مش واصله بالتجويف الاساسي اللي هو ناحيه اليمين. ده لو حصل جواه حمل ما يقدرش يتحمل ان الحمل يكمل، يحصل انفجار في الشهر الثاني او الثالث. عشان كده لازم القرن ده يتشال قبل اي محاوله للحمل. طيب لازم نحط الطبيعي جنب غير الطبيعي، يعني قلنا نحطهم الاثنين جنب بعض عشان نقارن بين الطبيعي وغير الطبيعي. الطبيعي عشان نحفظ شكل. لان الطبيعي شكله ايه؟ شكله لو احنا حطيناهم جنب بعض هنلاقي الطبيعي شكله مثلث. مثلث اللي هي الطبيعي اول صوره مع الرحم ذو قرنين متصل وغير بالزبط. متصل بالظبط. ده يؤدي الى تاخر حمل، يؤدي الى تاخر حمل، وكمان يؤدي الى حدوث مشاكل عنيفه جدا لو حصل حمل في القرن الغير متصل ده مثلا. ان هو يجي على الشهر الثالث اكنه حمل خارج الرحم. القرن ده صغير جدا والوول بتاعه او الجدار بتاعه رفيع. يجي للرحم ينفجر ويحصل نزيف داخلي، ممكن يعمل مشاكل اللي احنا مش عايزين نتكلم بقى ونقول ان احنا ما نخوفش الناس يعني. طيب هل ده يؤدي الى اجهاض؟ يعني اي حاله من دي تؤدي طبعاً الى اجهاض او ولاده مبكره؟ شهر سابع، شهر سادس، او اجهاض في الثالث او في الثاني. لان لو حصل امبلانتيشن او زرع للجنين على الحاجز مثلا او على، ممكن يحصل اجهاض. فمثلا هنشوف مثلا الرحم المحدب مثلا، ده اللي هو بنسميه اركوتيوترس. الرحم المحدب ده عامل زي القلب كده، بنسميه زي القلب. ده كان زمان يعتبروه طبيعي، دلوقتي في الدراسات الجديده البيبرز جاي يقول لك لا، ده رحم غير طبيعي، ده اللي هو شكل قلب اهو، مش مثلث بقى زي ما احنا شايفين والبوردر بتاعه ستريت او عدل كده، لا في كيرف شويه. ده برضو احيانا، بس ده اقلهم ضررا يعني، ده ما بنعملوش حاجه قوي، بس نبقى حريصين ان احنا ايه، عارفين ان هو رحم محدب وما ما تعملوش عمليه. بس تبقى عارفه ان هو عندها رحم محدب، ممكن شاف حاجه الفرق بقى هنا الرحم مثلث ازاي وهنا الرحم محدب ازاي. بص 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 المثلث فوق بالزبط. الخط ماشي مستقيم فوق اهو، ده الشمال ده يا جماعه ده الطبيعي. مظبوط، دايما اللي هنحطهم على اليمين دول الغير طبيعيين. مظبوط، اشوفها فرق طبعا. ده بقى ملوش عمليات، بس ممكن ده مشكله المحدب ده، الناس تفتكر انه حاجز فيحاول يعمل له عمليه فيعمل يخرم الرحم وهو شغال، فلازم نشخصه عشان نبقى عارفين انه محدب ما نجيش ناحيته. صحيح، احنا نفتكر ان هو نازل كده بحاجز ولا حاجه، فنحاول نشيله بالمنظار. نشيل ايه؟ ده جدار الرحم. جدار الرحم. مظبوط. فده اسمه محدب او على شكل قلب، الناس عارفينه دايما اللي هم عندهم تاخر حمل وعملوا سونار يقول لك ده عندي الرحم على شكل تريفلت. مش عامل زي التريفل بتاع الهارت او الترايفل او بالظبط كده. بتاع الكوتشين. بالظبط. طيب انا دايما عندي مشكله في فهمي، انا اسمع ايه الحاجز الرحم والرحم ذو القرنين. طبعا لو قلت لك لغايه دلوقتي وانا بشوف صور كتير اعرف افرق بينهم صعبه، بس اشرح لي الاول قبل ما نروح للصوره،
يعني ايه الفرق بين كلمه حاجز رحمي ورحم ذو قرنين؟ هو في الحياه الامبيولوجيكال لايف المفروض الرحم بيتكون من جزئين يمين وشمال بيتصلوا مع بعض، وبعدين بقى فيه في النص حاجز، الحاجز ده المفروض يدوب فيبقى تجويف رحم واحد. حلو. لو في الاول اصلا ما حصلش ان هم يعني التصقوا ببعض هيبقى فيه رحم كده ورحم كده، يبقى ذو القرنين. انما لو حصل ان هم لزقوا ببعض وبعدين فشل ان الحاجز اللي بينهم ده يدوب، هيبقى رحم واحد ولكن مقسوم نصين. حلو. فده بقى اللي مشكله الاشعه بالصبغه. انا يعني تعمل اشعه بالصبغه، دكتور الاشعه الفاضل ما عندوش خبره طبعا زينا قوي، بيقول ان هو رحم ذو القرنين. فالعيانه تفضل فاكره ان هو رحم ذو القرنين طول عمرها، وتروح تقول ملوش عمليه رحم ذو القرنين على عكس الحاجز الرحمي. وتقعد تحاول بقى انها تحمل وحقن مجهري ويفشل. تيجي بعد كده تعمل بالصدفه ثنائي ثلاثي الابعاد، يقول لها يا ستي انت عندك حاجز في الرحم، انت ازاي ما شلتهوش؟ يقول لك لا انا عندي رحم ذو القرنين، ده رحم ذو القرنين اهو. ده رحم قرن يمين وقرن رحمين بعاد عن بعض موصولين بس عند عنق الرحم. شايفين الرحم الطبيعي شمال اهو. عشان نحافظ الشمال ده الطبيعي، اليمين ده ذو قرنين. ذو قرنين. حضرتك لو شايف الصوره اللي هي ال 3 دي اللي على اليمين، ده رحم ذو القرنين. قرن في ناحيه وقرن في ناحيه ثانيه خالص، وعنق رحم واحد. تمام. ولكن في النص فراغ، مفيش حاجه بينهم، لان هم فشلوا ان هم يقابلوا بعض اساسا. ده على عكس بقى الحاجز الرحم، بيبقى رحم واحد، هنشوفه دلوقتي في الصوره اللي جايه، رحم واحد اهو، يعني الكونتور بتاع او الاطار الخارجي هو واحد بس، ولكن في النص في زي ستاره نازله من النص كده، من نص الاوضه، قسمه الاوضه نصين. طيب حلو قوي. ده حاجز رحم واللي قبليه، وخلي بالك ده واضح الفرق بين الحاجز الرحمي والرحم الطبيعي. خلاص نشيل الرحم الطبيعي بقى والرحم ذو القرنين عشان بقى تفهمني بنروح ازاي تفرق بالظبط. بنبص على الكونتور الخارجي او الاطار الخارجي للرحم بثلاثي الابعاد، ده ما يبانش بقى بثنائي الابعاد ولا يبان باي حاجه خالص. الحاجه الوحيده اللي بينه هو السونار الثلاثي او 3 دي التراساوند. يبين ان هنا في الصوره اللي على اليمين اللي هي سبتيت، ان اطار الرحم الخارجي متواصل حاجه واحده. ايوه. اطار الرحم، معلش لا فهمني بقى. اطار الرحم الخارجي اللي هو لونه رمادي شويه كده الغامق ده، اللي هو من بره ده، الخط المستقيم اللي من فوق ده. ده رحم واحد من بره بس من جوه مقسوم نصين. تمام. انما من بره لو عملنا منظار بطن حتى هلاقي رحم واحد من بره. حلو. انما هنا اهو حضرتك لو شايف بنسميها كليفت او شق كده، الرحم كانه مشقوق نصين. تمام. مفيش الاطار الخارجي للرحم مش ستريت، تلاقيه نازل كده اكنه مقسوم نصين، عامل زي حرف الفي اللي هو في الرحم ذو القرنين. اللي هو الصوره اللي على اليمين تحت. حرف الفي من بره كده، شايف حرف الفي ده؟ تمام. ده كده قرن يمين خالص وقرن تاني شمال خالص. انما ده رحم واحد من بره شكله عادي جدا، لو انا بصيت عليه من بره كده بمنظار البطن هو رحم عادي، بس من جوه جبت ستاره بارافان وقسمت الاوضه نصين. طيب يعني كان ده يا جماعه بس بالبلدي كده، ده كانه شقتين اوضتين كل اوضه لوحدها في ناحيه، بس عنق الرحم بالريسبشن. بالريسبشن، وكل واحد في ناحيه، وكل واحده كل اوضه في ناحيه خالص. بالظبط كده تماما، مش متصلين. وده ملوش عمليه. ملوش عمليه؟ لا ملوش عمليه. الرحم غزول قرنين ده هنعمله ايه؟ صحيح مش هعمله حاجه، هعمل ايه؟ ده رحمين. رحمين. هشيل ايه؟ هاجي لو جيت في المنظار برضو احاول اخش في النص هخرم جدار الرحم، مفيش حاجز. هعمل ايه؟ فالناس تقول لك دايما كل حالات الشخص رحم ذو القرنين، مع ان 95% من الحالات حاجز و5% رحم ذو القرنين، يعني الموست كومن هو الحاجز، وتلاقي كل التقارير الاشعه طالعه رحم ذو القرنين. والحاجز سهل تعالى ده منظار رحمي على طول. منظار رحمي 5 دقائق خش بمنظار رحمي، ممكن مكتبي كمان اوفيس من غير بنج خالص، خش تك تك قصتين نشيل البتاع اللي في النص، يبقى رحم طبيعي. رجعت صح رحم اكنه رحم طبيعي خالص. الرحم ذو القرنين مالوش علاج، ما عليه كان نعمل ايه زمان بقى، بيفتحوا بطن السيده ويحاولوا يوصلوه ببعض وقصص كده، بيعمل التصاقات طبعا، واتلغت الكلام ده، مفيش حد بيعملها خالص، انتهى الكلام. نشوفهم تاني معلش الصوره دي يا جماعه عشان دي مهمه قوي. ونعيد الكلام مره اخرى، في صور تانية قدام لل بس انا عايز الصوره دي عشان للمره الاولى انا بدات ايه. بص اهو. حاجز رحمي كامل. في النص حضرتك شايف حاجه، انت الحاجز قاسم عنق الرحم، الصوره اللي على الشمال تحت. يعني ماسك الرحم بعنق الرحم. السونار ثنائي الابعاد اهو مبين لي، بص حضرتك هنا وهنا الاثنين زي بعض صح، سونار ثنائي الابعاد ما تقدرش تفرق. هل ده رحم ذو القرنين ولا ايه رحم فيه حاجز، اللي هي سونار ثنائي الابعاد ده اللي هو اللون الرمادي اللي رصاصي. هو صحيح دي زي دي. صح. الشمال زي اليمين، قرنين رحم ذو القرنين زي بالظبط الحاجز. 3 دي 3 دي اهو 3 دي اللي هو اللون اللي هو موكا برتقاني. موكا عشان في اللون ده طالع موضه في العربيات. لون الموكا ده او اللون اللي هو ثلاثي الابعاد بقى باين قوي. ادي حاجز في النص، وادي ايه؟ رحم مشقوق. رحم ذو قرنين. اللي على الشمال دي حاله ملهاش عمليه، دي عمليه سهله. عمليه سهله جدا، وتغير فرص حملها، ترجعها ست طبيعيه خالص. حلو قوي. ينتهي. انت عارف حاجه شبه حاجز الرحم ده بالحاجز الانفي. مش هو الحاجز الانفي ده قاسم الانف نصين، هو الحاجز الرحمي كده. لو يعني شلناه خلاص خلصت. في بقى صور تانية الحاجز الرحمي جزئي،
بيبقاش واصل لعنق الرحم، يبقى واخد بس جزء من تجويف الرحم. آه. طوله مثلا 2 سم 3 سم بس حجز رحمه برضه، وده اشيله برضو اسهل بقى من حجز الكلي لان هو بشيل حاجه اقصر. فدي لينا برضو في صوره عندنا ليها حلوه جدا مبينه اهو ده حاجز جزئي اهو، ده بقى مش رحم محدب مش اركوت، ان رحم محدب بس بيبقى فيه ايه نتوء صغير كده. انما ده في حاجز اهو قاسم الصوره اللي هي على الشمال النورمال بتاعنا والصوره اللي على اليمين، الرحم اهو مقسوم نصين بس مش كله. ده برضو بيؤدي الى اجهاض، لان لو حصل الامبلانتيشن او اتزرع الجنين على الحاجز، الحاجز ده بيبقى فايبرس شويه او متليف مفيهوش دم فيحصل ان البيبي يتزرع فيه تاني التالت شهر دم ما يوصلش يحصل اجهاض. نشيله يرجع الرحم طبيعي خالص. تشوف الحاجز الرحمي ده بالاشعه ثلاثيه الابعاد ولا في طرق اخرى؟ ثلاثيه الابعاد هي الاهم وادق طريقه للتشخيص، يليها بعد كده بقى المنظار الرحمي، اخش بالمنظار اشخص واشيل في نفس السيتنج. بنفس السيتنج؟ اه. ما ينفعش تشخص وبعدين تقول للعالم معلش؟ ممكن ممكن لو هي انا لو ما عنديش نار ثلاثي الابعاد وعندي منظار رحمي مكتبي اوفيس استروسكوبي ممكن في ثانيه برضه اخش اقول لها انت عندك حاجز جزئي هنشيله بعد الدوره الجايه مثلا وتخش عمليات، او تشيله لو حاجز صغير ممكن يتشال في الاوفيس برضه من غير بنج ولا حاجه. طيب في اشعه بصبغه ثلاثيه الابعاد دلوقتي؟ مظبوط. ايه بقى دي؟ بقى بنحقن ماده زي محلول ملح كده سلايم، واحنا بنحقن الماده دي نروح واخدين صوره 3 دي فيبان لي الانابيب كمان، والماده دي ساعات بقى محلول ملح وعليها حاجه اسمها جيل زي الصوره دي. الله الله. دي صوره شوف حاجه ده اشعه بالصبغه ليها مشاكل. دي ملهاش اشعه بالصبغه، في حاجه اسمها اكوي فيست وفي حاجات كذا صبغه بنستعملها، وهيكوزي في كذا صبغه بنستعملها نحقن بسرنجه رفيعه جدا معانا صحيه مش حاجه ولا قلم ولا اي حاجه، وناخد الصوره ثلاثيه الابعاد اهو رحم اهو ذو القرنين واضح جدا بالانابيب بتاعته وشايف الانبوبه سالكه والصبغه خارجه منها لغايه اخرها. دي تغنيني عن الاشعه بالصبغه اللي هي بدي لعنة فيها بينج وممكن يحصل لي فيها التهابات وفي الحوض ودي عنب عندها حساسيه. ايه الفرق بين الاشعه الصبغه الحديثه دي والقديمه؟ طبعا المواد نفسها اختلفت، دي مواد انرت كلها جلايكوجين وحاجات كلها انرت ما تعملش مشاكل. انرت يعني خامله، خامله ما تعملش مشاكل حساسيه، ما تعملش التهاب في الحوض، ما فيش الم اثناء الحقن الصبغه نفسها، مش محتاجه بينج خالص. وسنسيتيفيتي 100% انا شايف كده كل حاجه، رحم زي الصوره بتاعت الثلاثيه الاشعه بالصبغه بس ادق اهي، رحم تاني برضو محدب اهو باين جدا، وكل دي اشعه بالصبغه ثلاثيه الابعاد واشعه بالصبغه العيوب الرحم الخلقيه. بالظبط بالظبط. عظيم جدا. طب هل يعني هل ممكن الحاجز الرحمي يحصل معها حمل؟ يعني ممكن واحده عندها رحم وحاجز موجود بنلاقي ساعات نيجي نعمل قيصريه لعيانه عشان البيبي نازل برجليه وانا مش عارف بعد ما اطلع البيبي وانا بقفل الرحم احط ايدي جوه ايه ده في حاجز وحملت بالحاجز وحملت. طبعا مش كل الناس اللي عندها عيوب خلقيه في الرحم ما بتحملش ومش كلهم بيسقطوا، ده رحم عند ربنا في منهم ادي حاله مثلا زي ما حضرتك قلت بقى حامل اهو واحده عندها حاجز كامل اهو قاسم الرحم نصين خالص من اول لاخره وعندها حمل في ناحيه من ناحيتين والحمل ممكن يكمل عادي جدا بس تلاقي بس في الاخر البيبي ملفش ما نزلش الحوض ولدت بدري سنه في اول التاسع كلام من ده ولكن ممكن يحصل حمل وده من رحمه ربنا مش كل الحالات بتحتاج علاج بس ده مش معناها ان انا لو جيت الحاله دي سيبها لا ما سيبهاش تمام كده اللي انا فهمته منك لو الحاله بتعاني ما بتحملش او حصل لها اجهاد متكرر وانا شخصتها لازم اشيل الحاجز ده لازم اشيل الحاجز انما لو هي جات لي مثلا معاها تو بيبيز مثلا وجايه تكشف عادي لقيت عندها حاجز وما عندهاش مشكله خلاص تمام. اللولب هذا المثير جدا لانه كان دايما قصص النساء والتوليد زمان واحنا طلبه لما بنيجي نذاكر الكوميديا كلها تكمن في هذا اللولب. صح. لقد ضاع اللولب. صح راح فين؟ شريط سف. احكي لي بقى ايه اللولب؟ اللولب لما نركبه لو انا مش عارف ان عندها حاجز في الرحم وجاي اركب لها لولب هي حصل حاجه من اثنين، يا اما اللولب مش هيوصل لغايه الاخر لان هو الحاجز هيمنعني ان انا اوصله فيركب تحت خالص هيبقى الرحم فوق ما وصلوش لولب فممكن يحصل حمل، او ان انا لو انا كنت يعني ها زقيت شويه تعفيت شويه زي ما بنقول كده هروح مدخله في ناحيه اهو ادي صوره اللي على اليمين اللولب تحت خالص الرحم اهو في حاجز قسم نصين تمام واللولب تقريبا عند عنق الرحم. ليه؟ لان انا جيت ازقه لقيت الحاجز قدامي فما خدتش بالي قلت خلاص ده اخره فسبته ممكن يحصل حمل لان يعني انا بقيت الرحم عندي ما فيهوش لولب، او رحت انا بقى ايه زقه في ناحيه فبقى في ناحيه فيها اللولب والناحيه الثانيه ما فيهاش لولب ممكن يحصل برضو حمل في وجود اللولب. الحالات دي ما يفضلش معاها اللولب حالات الحاجز الرحمي لا طبعا
يفضلش ما يفضلش او ولكن بقى حاجه اسمها لولب هرموني ان هو بيشتغل بطريقتين، بيشتغل ان هو كميكانيكال بيقفل الطريق وفي نفس الوقت بيشغل الهرمون اللي هو فيه بيطلع هرمون البروجستيرون اللي هو بيمنع تجويف الرحم انه يحصل في حمل عشان بيخلي بطنه الرحم رفيعه. انما طبعا لو انا عارف ان لازم اقول للعيانة انت عندك حاجز واللولب ده لو ركب ممكن يحصل كذا كذا كذا، فيفضل ان احنا نركب لولب هرموني ان مش اخش كده واسيبه ويطلع زي ما يطلع، ما ينفعش. حرصك على انك انت تفتتح حوارك معانا ب التكنولوجيا والتشخيص، حرص ناتج من انه الاوبزرفيشن او ملاحظاتك انه كتير من الحالات اللي بترجع لك وفشلت سواء في الحقل المجهري او فشلت في الحمل بتبقى نتيجه سوء التشخيص. بالظبط. التكنولوجيا دخلت في كل مش في الطب بس، وفي امراض البطنه وفي الاشعه المقطعيه وفي التحاليل وكل حاجه دي بتساعد، دي بنسميها دياجنوستيك تولز، حاجات انا بستخدمها للتشخيص. لو انا ما عنديش التولز دي يبقى انا مش عارف افيد المريض، عشان كده لازم الدكتور يبقى الشاطر، يبقى ملم بسونار ثلاثي ابعاد، بمنظار الرحمي، منظار البطن، بكل الحاجات اللي هي بتساعده على انه يشخص العيان. لان هو حاجه زي ما قلت في اول الحلقه العلاج اوله ايه؟ تشخيص. التشخيص ما هو لازم اشخص ولا مش عالج. يفرق قوي حاله زي دي مثلا. طبعا تفرق. اهو ادي ادي قبل وبعد. انا كان عندي حاجز رحمي اهو، دي كانت حاله لسه انا عاملها من قريب جدا على الشمال قبل المنشئ، شخصتها انها حاجز وكانت متشخصه ان هي رحم ذو القرنين، قلت لها حضرتك عندك حاجز، عملت لها العمليه وبعد كده جات لي بعمل لها السونار اهو، حضرتك شايف خلاص تقريبا يعني شبه طبيعي. اللي فاضل الحته دي صغيره، احنا بنخاف دايما ناكل زياده بالبلدي كده عشان ما نخرمش الرحم، فممكن نسيب نص سنتي ولا حاجه بدل ما احاول انا يعني اتجرأ زياده عن اللزوم واعمل ثقب في الرحم، بس نص سنتي مش هيفرق. انما باين فرق حاجز، الصوره باينه قوي ان على الشمال حاجز موجود وعلى اليمين خلاص رحم حاجز. انا بس سعدت سعاده غامره باللقاء معاك النهارده، والحقيقه يعني اسلوب رائع جدا، وانا عارف ان انا عطلتك النهارده شويه لا بس لا يعني يعني انا زي ما بيقولوا ايه ما بصدق بقى ايه لا انا يعني لا لا سعاده وكالعاده الاسرع عيني ما شاء الله يعني في النساء والتوليد طبعا كل حاجه لا وهو انا انا بقى في انا متعصب جدا الاسرع عيني وخصوصا في النساء والتوليد، لان انا اتعلمت على ايه اباطره الاسرع عيني الله يرحمه طبعا يعني دكتور اشرف رفعت رحمه الله ده استاذ الازاز، فلازم نفتكره بكل خير وندعوه كل رايه الفتحه لروحه طبعا اكيد لا اساتذتنا كتير جدا وكلنا استفدنا منهم، وانا يعني ادين بالفضل طبعا القصر العيني ان انا اتعلمت فيه وما زلت بتعلم فيه لغايه دلوقتي، انا بقيت استاذ مساعد ولسه بتعلم لغايه دلوقتي. لا ما شاء الله. وسعيد ان انا بتعلم وبعلم. ما شاء الله. لا ما شاء الله. لا وانت بتعلم حلو نورتنا ربنا يخليك يعني كل شكر وتقدير للضيف العزيز القيمه العلميه المتميزه الكبيره الاستاذ دكتور حسن مصطفى جعفر استاذ مساعد امراض النساء والتوليد بكل الطب قصر عيني جامعه القاهره استشاري طب الجنين وزماله جراحه المناظير بجامعه كولومب المانيا، الاسم المتميز الرائع بهذا الاسلوب المتميز الممتع اللي دخلنا فيه رغم صعوبه الجزء اللي احنا شرحناه جدا، لكن انا عارف ان انتوا استفدتوا استفاده جباره لان انا بقيس على نفسي. نورتنا يا دكتور. شكرا. وخليكم معانا اوعوا تروحوا في حته تانيه.